عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. عمر بن الخطاب وحو الشيء رضي الله عنه رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم نهى ريبي عن لبس الحرير حرشد حريرت لحداء يرهيبي إلا هكذا قدر كاسو كلمه يعني. ورفع لنا وصرون وقو قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إسبعيه لبدي سفرات السبابة والوسطى فرت مردسدة يعني فرت مردسدة وحيلا ذهي مقعيدة السبابة وليلة ذا المصبحنا وليلة ذا مصبحة وحلو يلي تمرك الله أشهادنا يأشهد أن لا إله إلا الله ولا تاقى على هذا وحل يا مصبحة سبابنا وليلة ذا يو مركا أروحو دير دارنا يوعد مركا أماغا يو وفرت أروحو يا ساسا سبابا لو يري مركو عريسين يهدونا يعيد مركا إنو ماغو أما مركا أهن شبيو دفرته روحا وفرت مردسة دوي ساسا سبابا لو يري وحصرا وقاضي لبدي سفرود السبابة والوسطى كبدلو السبابة والوسطى وبدل مفصل من مجمل فرت مردسة دوي فرت اللحاء يصرا وقاضي اسبعيه اللغات بايس قبنان لكن سيدا أغسف عن أغفى الصاحبة بضان لي وسيدا لا ينظب ديهضا وإن همزة الهوص لغا بعضا لكر لغا وهمزة أنملة ثلث وثالثه أتسع في أصبع واختم بأصبوعي أتو الناظم كيولي همزة أنملة كسغا صدح حركة أئئو صدح حركة ويال وثالثه حرف كسدح ذا أنا وميمك صدح حركة وميمك أنا وحوى يكرلق يقدار يهوصلق صدح بسيط التسع سقال كاسي سقال لغاك إيمانيس وهي ثلاثة في ثلاثة وتسعة هذه صدح صدح لغوله في سقال بين غنيس التسع في أسبوع يعني وحوى سقالك وحيكسو غيه أسبوع همزة صدح حركة الله يالو حرفك كو صدح وصدح حركة الله يالو سقال كاللغة أسبوع وكسو غيه واختم بأسبوعي عدكو ختمتا أسبوع وينضم هذا بعض صارن قد إشباعيسو أتشيدو مركا انت أصول لغا كسوان لكي إسبع وحي الهدين ووقفي عنده حديثك وحسوري بخاري مسلم ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير مسلم وحوصه ناضي رسولك وحو الرابي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير حرشد حريرت لحداء يرهابي إلا موضع إسبعين أو ثلاث أو أربع موضع لبفراض لديك موياني أما صدح لديك موياني أما أفر لديك موياني وحكا لا حرير وارهابي حديث كان وحلقة قادنا يا حرير ترقو إني حدان إني أبنانين وحريرتي خالص كأهيد الصافق أهيد أنبرح لأين رقي إني كحارانتهي والسكوة فقسيني وإني حدان وابنانا كورنا ذي حريرتي اسكتشرتو شيء حريرة هي شيء كلا أي اسكت دفن واسكت حشرة حرير خالص ما مركا كورنا جمهورك وحي قبان انت حديثك اللي ايقا هي أفر فروض قدر كود هدي أفر فروض قدر كود حريرتها سي أي كبض انت هاي وحي نغان إيسا مختلط بها هذا الشيء سي وحي نغان إيسا حاران هذين مختلطة هاي نقدر كيرين وحاران يهي ولا سكوها فقسية ولو أفر فرض بها أهاتو هذي أنت أصوى مركا وحواني يعني قارة أي تهي يذا ولا سلو قلي إنا نبنانين منفرد هذي تهي إلا وحد يعي كرتا مركا وحواني يعني قدر وساعتك حدو أكلا أصون وقرد يقاي حريرتي إنا مركا وحواني سميستو دي حرير خالصة أي تهي دي وما بنانيس أما ساعت يوكلو كحدا يا مر هدي وحوي حريرتي وحكى الآن وهلين حالك النوع سواء نغلس ممنوع لكن مر كي مختلط كتويس كل دفنت هاي إن أفرت فراد لجو حرايو أو وحي كبدني أي حران نغنيان جماهير علماء الصاصي مري أفر فراد يوحي كيرنا وحي نغنيان حلال بين نغنيان على سبيل التوع وإنت سوء بنانات حديث كنا وخسر غيبة لكن المذهب الشافعي وحي قبان من اللي إجا يغالبك دي حريري وحكى لسكوت شران
هذه غالبك أي حريري هنا حرام بنقول إسهدان غالبك حرير أهينا حرام نقول ميس أوحي إلى هذين غالبك سحكم كحري لكن علماء دور أورن إسه إلى أربع أصابع وبنانت أحكى الصارة النبي صلى الله عليه وسلم مرأفك مركا لغا يعني مركا لغا دبولي بمعنى لغا مكفوفين يعني حقي مركا قعمه وكلا مركي مركا حرير لغوحي يعني تاسك الوصار ورطي حديث كلا لفتي وصار وري ومراء حرير وحكي جران مركا حديث كان على كل حال مسألة كلا فصلنا يا حديث كلا حد معين مشيريس علماء غالب كورنا إسا حريرت مركا غالب كتايون بي حاران نغن إسا لكن هدي حريرتي لغفر بذن يا هاي وغالب لغي هاي حاران من نغن إسا ورنا إسا وحيليهين حرير إلا حاران تنمي الله الشيغي مرادنا هدي مركا حريرتي وحكا لكب بذنيهين لما يلاذ حرير حرير لما يلاذ صاصي مركا عسقنا يعني. على كل حال قدر كلب النئيم ويانا وحكا لوحي نغن إسا حرمضا إنا كباقي تهي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر أما غلب الحاضر دي شيء وحاران تنمين يا شيء بنين يا أي كلمان شيء وحاران تنمين يا الغارب يا لا أما الهرمر يا مركا كما قال هو كلي مركا غارب تاي سيدة صحيحة حين قلنا إسا أدي قدرك إلى موضع إسبعين أو ثلاث أو أربع أدي كبض أنت هاي نهي جيسو قريسا سيدة حديثك مسلم صحيحة كسوري بشي ذاي سيدة حديثك سيبشي ذاي